السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مشاهدي ومتابعي قناة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحلقة التي سوف أتحدث فيها عن شيء يتعلق بالمهاجرين الغير شرعيين، لأن هناك بعض الإخوان يعني يتصلون بي عن طريق البريد الإلكتروني ومن خلال أسئلتهم يتضح يعني من خلال كلامهم بأنهم مقيمون غير شرعيون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأغلبيتهم يعني من شمال إفريقيا ومن بعض دول الشرق الأوسط، ويسألون بعض الأسئلة تتعلق بإمكانية يعني انخراط في الحياة الدراسية، أو مثلا الحصول على رخصة السياقة أو فتح حساب بنكي. فقررت أن أضع بعض هذه الفيديوهات التي تشرح هذه الأمور لهؤلاء الإخوان، لأنهم هم كذلك من حقهم معرفة بعض الأمور التي تخفى عليهم أو على أي إنسان مثلا قرر يوما ما يعني دخول الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية. وكما قلت لا أشجع على هذا الأمر، لكن يعني الظروف يعني تختلف من شخص إلى شخص بحكم يعني الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعني منها الشباب العربي في بلداننا العربية. فالكل يريد مثلا يعني إيجاد فرصة للهجرة والانفلات من يعني مشكلة البطالة والفقر الذي يعني تعاني منه بعض الدول. ففي هذه الحلقة سوف أركز على موضوع يعني رخصة السياقة. وسبق لي سنة 2015 أن وضعت فيديو يشرح يعني ما هي الولايات التي تسمح للمهاجرين الغير شرعيين بالحصول على رخصة السياقة. في هذه الحلقة سوف أوضح بعض الأمور الأخرى، وسوف أضع الروابط دائما في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف حتى يمكنكم التأكد من هذا الأمر أمر صحيح، لا يعني ليس كذب وشيئا من هذا القبيل، والأمور كلها مواقع كما قلت حكومية، لأنني لا يمكن أن أعتمد على مواقع يعني غير صادقة. لذلك تجدونني أن أتأخر في وضع الفيديوهات، كنت سابقا أضع تقريبا 3 فيديوهات كل أسبوع، لكن الآن ولظروف يعني عائلية وشخصية يعني أخذ وقت من أجل وضع فيديو، لأنني أحاول ما أمكن أن يكون الفيديو يعني يستوفي جميع الأمور ويروق للمشاهد. ففي هذه الحلقة سوف كما قلت أوضح أنه هناك 12 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية تسمح للمهاجر الغير الشرعي بالحصول على رخصة السياقة، لأنه قانونيا من أجل الحصول على رخصة السياقة يطلب منك يعني غالبا بطاقة السوشيال سيكوريتي كارد. اوكي، يجب ان تجلب بطاقه السوشيال سيكيورتي كارد، وبالطبع اذا كنت مهاجر غير شرعي فبالطبع لن تتوفر على هذه البطاقه، لان هذه البطاقه هي التي تسمح لك بالعمل في الولايات المتحده الامريكيه، وهذه تعطى فقط لاولئك المقيمون الشرعيين في الولايات المتحده الامريكيه. من بين اهم الولايات المشهوره على في هذا الصدد ولايه واشنطن، والتي توجد في اقصى غرب الولايات المتحده الامريكيه. لا أقول واشنطن دي سي كما يقول البعض أنني غلط، نو أقول واشنطن المعروفة بمدينة سياتل. فهذه الولاية هي من أوائل الولايات التي منحت هذا الحق للمهاجر الشرعي سنة 1993، والتي سمحت بتقدم للحصول على رخصة السياقة وبالتالي تأمين السيارة. تأمين السيارة، هذا الأمر الذي سوف أضع عليه فيديو مخصص لتأمين السيارة للناس المهاجرين الغير شرعيين. لست لا أتحدث عن المهاجرين الشرعيين، أقول المهاجرين الغير الشرعيين. فكما قلت هناك العديد من الولايات التي تمنح بطاقة التي هي ID، والتي يمكن استعمالها مثلا ك درايفر لايسنس. هناك العديد من الولايات، مثلا مدينة سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا، أسبوري بارك في نيو جيرسي، نيو هيفن بولاية كونيكت. لكن سوف أركز على بعض الولايات، لن أدخل في 12 ولاية، سأركز على بعض الولايات وأشرح لكم الفرق بين كل ولاية وولاية،
وكما قلت ستجدون الروابط واسماء الولايه وقوانين الولايه في اسفل هذا الفيديو اذا كنتم مقيمون غير شرعيين او اذا كنتم يعني تريدون معرفه هذا الشيء من باب المعرفه. فمن اهم الولايات هي ولاية كاليفورنيا، وكما تعلمون ولاية كاليفورنيا تعرف العديد من المهاجرين الغير شرعيين، كما أنها من بين الولايات التي تعارض جميع قوانين ترامب بخصوص الهجرة، والغالب يستحق في ولاية كاليفورنيا هي مهاجرين غير شرعيين أو مهاجرين من لاتينيين خصوصا من دولة المكسيك. فكاليفورنيا في سنة 2015 قررت إعطاء رخصة السياقة لأي مواطن أو مهاجر غير شرعي مقيم على أراضيها مع وضع علامة، ربما أعتقد تسمى privilege card، يعني علامة توضع على البطاقة تبين بأنك مثلا لست مواطن مقيم شرعي، بطاقة يعني driver license، رخصة شبيهة بالتي تعطى للمقيم لكن توضع كلمة privilege card، اعتقد هذه الجمله لكي تبين بان هذا الشخص اذا تم القاء القبض عليه او شيء من هذا القبيل يعلمون بانه مثلا مقيم غير شرعي في ولايه كاليفورنيا. لكن كما قلت الولايه ككل كاليفورنيا تعطي الحق للمهاجرين غير الشرعيين من الحصول على رخصه السياقه. الولايه الثانيه وهي ولايه كونيكت، والتي توجد في الشرق يعني الولايات المتحده الامريكيه. هذه الولاية سنة 2015 كذلك قررت أن تمنح للمقيم الغير شرعي الحصول على رخصة السياقة إذا توفر على دليل يثبت أنه مقيم بالولاية، يعني مثلا يجلب عنوان سكنة، يجلب إحدى فواتير الكهرباء أو الماء أو الواد الحار أو شيئا من هذه الفواتير تبين أنه عنده عنوان يقيم به في الولاية. فهذه يعني من الأمور التي تطلب منه. يطلب منه مثلا في ولاية كونيكت إمضاء إقرار يقول فيه بأنه سوف يقدم على طلب لدوائر الهجرة من أجل تغيير وضعيته الحالية، يعني الآن كمهاجر غير شرعي يجب أن يقر بأنه سوف يقدم طلبا لوزارة الهجرة أو للدوائر الخاصة من أنه سوف يغير مثلا وضعيته الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا قانون آخر في ولاية كونيكت. ننتقل مثلا إلى ولاية ديلاور التي توجد كذلك على شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كذلك في سنة 2015 قررت منح يعني المهاجر أو المقيم الغير الشرعي إمكانية حصوله على رخصة السياقة بشرط أن يكون هذا الشخص قد صرح ب أو تصريح الضريبي، يعني قدم تصريحه الضريبي، أو أنه يكون ديبندنت لشخص ما، يعني قام بالتصريح الضريبي، يعني شخص مثلا قدم تصريح الضريبي أو كوساينر شيئا من هذا القبيل، وآنذاك يمكنه الاستفادة من الحصول على الدرايفر لايسنس. من بين الولايات الأخرى والتي أريد أن أختم بها، وكما قلت لا أريد الخوض في هذه الولايات لأنها 12 ولاية وسيكون الأمر طويلا، هي ولاية فيرمونت التي في سنة 2014 أقرت هذا القرار كذلك، وهو أنه أي إنسان دخل إلى ولاية فيرمونت بطريقة illegal يعني غير شرعية فمن حقه الحصول على رخصة السياقة. كل ما عليه هو أنه يجلب يعني بعض الوثائق التبوتية كمثلا جواز سفر بلده، يعني مثلا إنسان كان مصري أو مغربي ومقيم بهذه الولاية يعيش في هذه الولاية وهو مقيم غير شرعي يمكن يجلب جواز سفر مثلا مغربي أو العراقي أو المصري أو غير ذلك، يمكن أن يجلب بطاقة الخراط بالقنصلية، يمكن أن يجلب وثيقة زواجه، وثيقة طلاقه، وثيقة أدوبشن إذا كان متبنى شيئا من هذا القبيل، ودليل على إقامته في الولاية، كما قلت دليل على أنه يقيم في الولاية، مثلا كما قلت ليز أو رخصة أو عقد الإيجار إذا كان قد أجر، إحدى الفواتير مثلا عنده سيارة أو يملك شيئا ما في الولاية أو فواتير كهرباء، ما أي فاتورة هاتف
شيئا من هذا القبيل. هذه الأمور كلها التي تبين وفيها عنوان يبين بأنه مقيم في ولاية فيرمونت يمكن تقديمها إلى مكتب دي ام في المختص في الحصول على رخصة السياقة، ويمكنه التقديم لاجتياز الامتحان السياقة في هذه الولاية. فهذه بعجالة الولايات التي قلت أنها تمنح حق يعني الحصول على رخصة السياقة للمهاجرين الغير شرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية، والروابط كلها تجدونها أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.